لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر حاتما كل سابغات إذا نبت مشرفيات وخرصان. وينتظى كل سيف للفناء وله كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. أين الملوك ذو التجان من يمان وأين منهم أكاليل وتيجان. وأين ما شاده شداد في إرام وأين ما ساسه في الفرس ساسان. وأين ما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان. أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيف واسنانه. دار الزمان على دار وقاتله وأما كسرى فما آواه إيوانه. كأنما الصعب لم يسل له سبب يوما ولا ملك الدنيا سليمان. فجائع الدهر أنواع منوعات وللزمان مسرة وأحزان. وللحوادث سلوان يسهلها وما لما حل بالإسلام سلوان. دها الجزيرة أمر لا عزاء له هوى له أحد وانهد سهلان. أصابها العين في الإسلام فرد رأت حتى خلت منه أقطار وبلدان. فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيان. وأين قرطبة دار العلوم فكان من عالم قد سما فيها له شان. وأين حمص وما تحويه من نزه ونهرها العذب فايض وما الآن. قواعد كنا أركان البلاد فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان. تبكي الحنيفية البيضاء من أسافهن كما بكى لفراق الألف هيمان. على ديار من الإسلام خاليتان قد أقصرت ولها بالكفر عمران. حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترسي وهي عيدان. أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم
وأنتم يا عباد الله إخوانه. ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان. يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم جور وطغيان. بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم، واليوم هم في بلاد الكفر عبدان. لمثل هذا يذوب القلب من كماد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. لمثل هذا يذوب القلب من كماد، إن كان في القلب إسلام وإيمان.